أنوار الكرم، هذا المكان يا جماعة متخصص في المنتجات السورية بالإضافة إلى المنتجات الأردنية والتركية والفلسطينية. طبعاً أنوار الكرم عندهم 3 فروع في الدمام، وهذا الفرع اللي موجود في القطيف. طبعاً جميع المنتجات اللي موجودة بالدمام موجودة بالقطيف، يعني سلمك الله ووفرنا عليك المشوار وبنفس الأسعار. وتستاهلوا يا المتابعين، جايبين لكم عروض حصرية فقط إلى فرع القطيف. يلا أحلى دلع، أحلى دلع. يلا نبدأ عروضنا بالبسكوت الفاخر، ألد بسكوت يا جماعة، صناعة سورية. خطير البسكوت هذا يا جماعة. طبعا يجي منه فانيلا ويجي منه الشوكولاتة، من 24 إلى 18 ريال فقط. يا سلام، وهذا الزعتر الشامي، الخلطة الملكية. طبعا هذا العرجاوي، معروف العرجاوي، وشوفوا العرض من 12 ريال إلى 10 ريال. وعندنا هنا زعتر الناصر، خلطة يا جماعة على مستوى، ومن 15 ريال إلى 12 ريال. وندخل على قمر الدين، قمر الدين يا حبيبي، أيضا قمر الدين السوري، وشوفوا العرض اللي عليه، من 10 ريال إلى 7 ريال. وهذه أعشاب أنوار الكرم، من 10 ريال إلى 5 ريال. طبعا هذه عليها طلب مرة مرة قوي. وهذا الورد المحمدي، وهذه المليسة أيضا نص السعر، من 10 ريال إلى 5 ريال. يا سلام، وهذا بديل الليمون، هذا السوري يا جماعة، ومن 10 ريال إلى 8 ريال. وهذه الطحينية، طحينية السمسم، من 26 إلى 18 ريال. أنا أقول فرصة شراء. يا سلام، وهذا بديل دبس الرمان، من 15 ريال إلى 11 ريال. وهذه ماركة الدرة، من 20 ريال إلى 14 ريال. طبعا كلها صناعة سورية. هذه المخللات المنزلية، من 15 ريال راح تكون ب 10 ريال فقط. نفس الشيء، حتى المربى ها على 10 ريال. أقوى عرض على الزيتون، الزيتون السوري ذهب يا حبيبي. طبعا هذا سعر الكيلو 20 ريال، وتستاهلوا الآن راح يكون ب 12 ريال فقط. طبعا الأخضر، وعندكم هنا الأسود ما شاء الله. سلام، وهذا الزيتون البلدي السوري. طبعا هذا يجي حامض بالليمون، سعره من 25 ل 15 ريال فقط. اقوى عرض على الجوز، طبعا هذا الجوز امريكي، عليه طلب مره قوي عندهم يا جماعه، من 50 ريال الى 39 ريال. جون الفلفل تركي، شوفوا العرض يا جماعه، من 25 ل 18 ريال. طبعا هذا المربى المنزلي، عليه طلب مره قوي، من 18 ريال الى 10 ريال. اقوى العروض يا جماعه يا حبيبي. وأحلى لبنة، اللبنة هذه المكورة، من 38 ل 28 يا جماعة، محطمين الأسعار. هذا اللي يسمونه العرض الخطير، على طول يطير، مخلل الرضوان. وين السعر؟ من 10 إلى 6 ريال يا حبيبي. هذا مخلل الأمناء يا حبيبي، أحلى دلع وأحلى أسعار من أنوار الكرم، من 18 ريال إلى 14 ريال. طبعا فيه مشكل وفيه عدة أنواع. هذا مربى الدرة، طبعا فراولة، وموجود منه تين، عليه عرض أكيد ومرة قوي، من 35 إلى 28 ريال. هذا مربى الرضوان، طبعا في منه فراولة وفي توت وفي كرز، وعندكم بالورد، مرة طيب هذا يا جماعة. وشوفوا السعر، من 30 ريال ل 20 ريال. أحلى دلع، أحلى دلع يا أنوار الكرم. تين بالزيت وعين الجمل، من 38 ل 28. سلام، وهذا زيت الزيتون السوري، طبعا عندهم سوري وعندهم فلسطيني. أي منتج من زيت الزيتون تاخذونه هنا عليه ضمان، طلع ما هو أصلي تعال رجع وخذ فلوسك يا حبيبي، خذ فلوسك دبل بعد، كلها منتجات أصلية. طبعا المكان متنوع، يقصدون أهل القطيف يروحون لين الدمام، هذه كلها أنواع البهارات اللي موجودة عندهم. يا سلام، وهذا الحلقوم، حلقوم الشامي يا حبيبي، حلويات، مصنع زيدان، شوكولاتة. وهنا عندكم كذا شغلات حلوة، أكواب، فناجيل، استكانات. أخي جميل المكان هذا. وهذا قسم المكسرات، وكلها فريش. وهذا العسل، وعندكم هنا زيت الزيتون، شوفوا الأنواع اللي موجودة عندهم.
طبعا العروض اللي ذكرناها راح يكون مدتها 7 ايام او حتى نفاذ كميه. موقعهم القطيف شارع القدس المجيدية مقابل مزايا الغداء، هناك يصير حارة رحال.